في بنت بتكره الحب. القصة مو قصة كره، القصة كانت قصة خوف. هي بتخاف من شيء اسمه حب، من ورا كم قصة مرت بحياتها. هالبنت كانت تحاكي شباب كرفقات، بس تشوف حالها بلشت تتعلق بحدا بتبعد، وهيك ضلت ليوم من الأيام. كانت البنت عم تحاكي رفيقة عادي، وسألوا بعض شو عم تعملي وشو عم تعمل. حكت له هي وهو حكال ما بعمل شيء، قاعد مع ابن خالتي. البنت فكرت انه ابن خالته صغير. ابن خالتك بيبي؟ لا كبير، هو كتير وازن ما بيحكي بنات. ضحكت هي وحكت ما في شب وما بيحكي. لا اذا بدك رغمه خد حكي معه وجربي. رفضت اول شيء، بعدين قالت له طيب هاته. هالبنت ما كانت بتعرف عنه شيء بالمرة غير اسمه. حاكت مرحبا. مين؟ معجبة، وبلشت غلاظة وهيك. ما حكت له مين عاطيها الرقم ولا شيء. بعد كم يوم حست حالة البنت انه بلشت تتعلق، فصارت تخفف. هيك ليوم عم يحكوا وهي عم تتغلظ، فجأة قال الشاب للبنت انت يا بنت بلشت حبك، ما بعرف عنك شيء. البنت هي كمان بتحبه وكانت عم تستنى هاللحظة. حكت له كل شيء وبلشت علاقتهم تقوى يوم عن يوم. هيك لأول يوم العيد اتفقوا يشوفوا بعض. ب6/6 كان أول يوم لقاء، نزلوا وشافوا بعض. حتى إنه البنت كتير حبته، ما كانوا مثل أي اتنين بحبوا بعض، بالعكس هنن كانوا كتير مميزين. تصرفوا على طبيعتهم، ما عملوا شيء مثل الباقي حركات اصطناعية، بالعكس تهبلوا. وهيك كانوا كتير عفويين. البنت انبسطت كتير إنه لقت الشاب يلي ما رح يكسر لقلبها. حسته غير الكل، مع إنه نص رفقاتهم حاولوا ينزعوا علاقتهم بس ما قدروا، لأنه حبهم قوي. ضلوا مع بعض من الصبح للمساء عتهبيل وخناق. وهيك تاني يوم كمان اتفقوا يشوفوا بعض. نزلوا تاني يوم ب7/6، شافوا بعض وانبسطوا وتصوروا وتخانقوا وهيك. بس صارت مشكلة مع البنت، حرمتها شوفته والحكي معه زيادة. بس هو مانو مثل باقي الشباب إنه خانه أو تركه، بالعكس فهم موقفه ووقف معه بهيك ظرف. طول ما نحبهم قوي إن شاء الله ما في ولا قدرة بالعالم بتفرقهم.